بورن ونصف إله ميفريليوت وأكبر إخوته. عندما كان صغيرا كان مشاغبا يكسر الأشجار بيديه، يدوب الجبال الثلجية بشعلته حتى تجري المياه إلى البحر. لكن كان ذلك سهلا، لذا قام بضرب الجبل، لكن الجبل لم يتأثر. فرأى أورن في ذلك منافسة ممتعة، فصارع الأرض فقام بنقشها وجعلها فريليورد الحالية، ونطح السهول لتصبح جبالا، وسحقها لتصبح وديانا عميقة. عندما تعب شكر الأرض على مباراة ممتعة، وأجابته الأرض بإهدائه قوة لها. بعدها قام أورن بأخذ أجود أنواع الخشب وصنع منزلا ضخما، لكن أخته آنيفيا كانت منزعجة لأنه قطع شجرتها المفضلة. لذلك عندما كان أورن نائما قامت بالتسلل إلى غرفة نومه ودغدغت أنفه، مما جعله يعطس اللهب، فشب الحريق في منزله. حلقت آنيفيا خائفة مما جرى، فزاد الريح القادم من أجنحتها من حدة اللهيب، فاحترق المنزل الضخم كله لمدة 4 أيام. لكن أورن ظل نائما. لما استيقظ خاب أمله، فقرر أن يبني منزلا مضادا للنار. فقام بصنع مطرقة، مجرفة رافعة وشوكة أكل، نقب عن المعادن وحرك الأعمدة الحجرية وأكل طعامه. قام بطرق المعجن حتى جعله جبلا أسودا، في داخله فرن لصنع المعدات. كان الناس دائما يطلبون من أورن العظيم المساعدة، مثلا ليساندرا وأختي اللاتي طلبن منه صنع خندق عميق هاولين أبيس حاليا لحماية أرضهم، وجسرا فوق هذا الخندق، خريطة آرام حاليا. سئم أورن طلبات الناس المتكررة، فقام برمي مجرفته إلى أقصى الغرب وشوكة الأكل إلى أقصى الشرق. فيز وجد الشوكة وأصبحت سلاحه الأساسي. بعد زمن طويل قام مجموعة من الحداد بالاستقرار في سفح جبل. كانوا يعبدون أورن ويصنعون أحسن الأسلحة والدروع والمعدات. كان أورن معجبا بعملهم، في صميم قلبه البركاني كان يحترم هؤلاء الناس الذين يعملون بجد ولا يركعون له ولا يضحون لأجله. لم يجعلوا من كلامه شعارات، ولم يجبروا الناس على سماعها، بل يركزون على عملهم في صمت. ذات يوم قدم غوليبير إلى أخيه أورن. لم يكن الأخوين ودودين ما بعضهما البعض. الدب الضخم كان يستعد للحرب، فاحتاج الأسلحة والعتاد لجيشه، لكن أورن يكره جنوده الذين قد يفعلون أي شيء لإرضاء زعيمهم، لذلك رفض. فطلب فوليبير أن يصنع الحدادون في سفح الجبل كل ما يحتاجه، لكن أورن أجابهم بالرفض مرة أخرى وهدده بالضرب إن لم يرحل حالا. فوليبير كان يحب الشجار، لذلك قام بأخذ درع من حائط أورن وأخبر بأنه سيأخذ ما يحلو له، فقام أورن بنطحه بقرونه. فبدأ قتال استمر 8 أيام. تقاتلوا بشدة لدرجة أن قاعدة الجبل اهتزت، فتسرب المعجن المصهور من الجبل وضرب رعد فوليبير كل جوانب الجبل. شهد جميع سكان فريليورد هول القتال. في النهاية سقطت قمة الجبل ومات كل من كان في السفح من الحدادين. بعد مرور قرون ظل نصف الجبل صامتا، وبين الفينة والأخرى تصعد ريشة إلى أعلى حيث كانت القمة القديمة. يقال أن أورن يوقد فرنه ليحفظ النار أسفل سطح الأرض من الانطفاء، ويقال أنه يصنع أعظم الأسلحة التي سيطلقها يوما ما. قصة أورن ودرع بروم. ذات يوم زار أورن أكبر ترول عمرا على وجه الأرض، اسمه جروب جراك، فطلب منه أن يصنع له أبابا يمنع اللصوص من سرقة كنزه، لكن أورن رفض. فقام جريب جراك بتحديه في مسابقة شرب، فالأول الذي ينهي برميل الشراب يفوز. لم يملك جراب جراك أي فرصة للفوز، لأن أورن لم يهزم من قبل في مسابقة شرب. لذلك قام الترول بغشه باستعمال سحر يزيد من الشراب في البرميل، فبهذه الخدعة فاز جريب جراك. صنع أورن في غضون 10 سنين بابا قويا، وضع في منتصفه علامة قلب فريلجورد والتي هي وجه الخروف. هذا الباب هو درع بروم. وصلنا إلى نهاية الفيديو، شكرا على المشاهدة لتحفيزنا على وضع المزيد من القصص المترجمة. المرجو الضغط على زر لايك، الاشتراك في القناة، وزيارة مدونتنا الخاصة بقصص ليج أوف ليجند بالعربية. وشكرا، إلى اللقاء.